يطلع كرة الامام تعدي. دخلنا الان خلاص تقريبا على اخر دقيقتين متبقين خلاص على نهاية المباراة. قطعة خطيرة من خطورة، هوبا التصويب حلو اتصدى والهدف جول جوا جول جوا جول. التعادل التعادل لفاركو، الراسية من وليد علي على طول فاركو يخطف هدف التعادل في الوقت القاتل من نهاية المباراة. تصويبة تصويبة غير عادية، تصويبة غير بلمسة غير، تصويبة جميلة بقدم نجم النجوم شكري نجيب. وليد علي يسجل هدف التعادل ويخطف النقطة الغالية اليوم من فريق انبي بكل تأكيد. بص التصويبة حلوة ازاي من شكري نجيب والتألق للقائم ثم متابعة، واي متابعة وراسية واي راسية من وليد علي عشان فرقه يا سادة يخطف هدف التعادل في الدقيقة كام؟ في الدقيقة 97 من نهاية المباراة. التعادل موجود والتلاحم موجود في قمة